السلام عليكم، معاكم هبة كمال في رسمة جديدة سهلة وبسيطة. النهاردة هنرسم وقت الغروب. نبتدي بقى في رسمتنا. اول حاجة هنعملها الموجة كده، هنعمل ثلاثة فوق بعض خط زجزاج كده. بعدين هنرسم الشمس خمسة خمسة وخمسة تانية كبيرة كده. بعدين نعمل اشعة الشمس خطوط كده. وبكده تكون خلصت رسمتنا. نبتدي بقى نلونها. هلون الميه باللون الازرق، هلونها بالازرق الفاتح والازرق الغامق. وهلون الشمس باللون الاصفر والبرتقالي الفاتح والبرتقالي الغامق. اهم حاجه ما نطلعش بره، ما نسيبش حته بيضه، نلون في اتجاه واحد. عايزه اشوف احلى فنانين هلونوها ازاي. وبكده تكون خلصت رسمتنا. يا رب تكون عجبتكم. يا ريت نرسم زيها ونحطها في الكومنتات، وكل مره نتعلم رسمه جديده سهلة وبسيطة. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And for searching for Cousins Kids on YouTube. Bye!